ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في حصة جديدة تتعلق بمادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا. إذن استعدادا للفرض الأول من الأسس الأول في مادة الرياضيات، ارتأيت أن أتقاسم معكم مجموعة من التمارين كلها تصب في ما سبق وأن درست في هذه المدة. إذن على بركة الله، إذن أول حاجة هو النهايات. إذن قبل ما نصرف في هذا الشرح أو إنجاز هذه المجموعة ديال التمارين، ندير لكم واحد المراجعة بسيطة اللي هي اللي خصكم تركزوا عليها. أولا هو اتصال دالة. إذن اتصال دالة إما أن يكون في نقطة معينة إكس زيرو أو في مجال إي. إذن خاصكم تكون على علم بأن الدالة الحدودية فهي متصلة على R ومتصلة وبالخصوص على كل مجال إي من ضمن مجال R. هناك الدالة الجذرية. الجذرية هي متصلة على مجال تعريفها دي ديال اف، مثلا دالة اف. هناك الدالة التي على شكل جذر اكس فهي متصلة على المجال صفر بلس لانفي، وهكذا. إذن اتصال في نقطة، نقول بأن اف متصلة في نقطة متصلة في اكس زيرو. إذا كان عندنا لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس إلى اكس زيرو يساوي اف دو اكس زيرو. إذا هاد الأمور خاصكم بطبيعة الحال تكونوا ضابطينها مزيان. فيما يخص بمجرد أن تحدثوا على اتصال دالة في نقطة، ممكن أتحدث عن اتصال دالة عن يمين أو عن شمال نقطة. بمعنى إذا كان عندنا لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول x الى x0 بلس يساوي لا ليميت دو f دو x عندما تؤول x الى x0 موه، تكون مثلا اونسيرتان ليميت r. في هذه الحاله تقول بان الداله اللي هو طبيعه الحال هو f دو x0، تقول بان الداله فهي متصله في النقطه x0. اذا كان عكس ذلك فالداله غير متصله في النقطه x0. اذا خاصكم تعرفوا كذلك اتصال دالة مركبة. اتصال دالة مركبة، ما معنى دالة مركبة؟ عندنا مثلا واحد دالة على شكل جيرو اف، تقول لك بأن إذا كانت اف متصلة على مجال اي والجي متصلة على مجال جي، وحيث أن اف دو اي توجد ضمن الجي، في هذه الحالة نقول بأن جيرو اف متصلة على المجال اي. كذلك نتحدث عن جيرو اف متصله في نقطه. اذا كان اف متصله في اكس 0، اذا كانت اف كونتيني اون اكس 0 اي جي كونتيني اون اف دو اكس 0، alors là je dis que جيرو اف est continu en اكس 0. دونك نوفا فيغ دي زيكزومبل ابخي باش تفهموا هاد الامور بسلاسه. اذا تحدثنا على النهايه وعلى اتصال داله مركب. اذا غنحاول نمشي معكم دابا بالنسبه للتمارين اللي هو غيعطينا وضح لنا الامور بسلاسه اكثر. اذا عندنا اوجد النهايه ديال 3 اكس موان 2 موان زان سور x 3 موان زان عندما تؤول x الى 1. اذا هنا تلاحظ بان لاحظتي الى عودتي x بواحد غتلقى شكل غير محدد. اذا ما المعمول؟ اذا خصنا نديرو شي طريقه باش نوصلوا للنتيجه، هو انه غادي نضرب في المرافق اللي هو 3 x موان 2 موان زان فوا جذر 3 x موان 2 بلس 1، نقسم على x 3 موان زان، وتبقى عندنا 3x موان 2 بلس 1.
إذا هنا غتعطينا هي لا ليميت عندما تؤول إكس إلى واحد دو طوا إكس موان دو موان زان سور إكس طوا موان زان فوا طوا إكس موان دو بلس أن سيتادير سي لا ليميت عندما تؤول إكس إلى أه طوا إكس موان طوا هي طوا فوا إكس موان زان سور x3 موان زد هنا طبيعة الحال خاصكم تكونوا عارفين هاد الأمور هادي لأنها متطابقة هامة عندك هنا x3 موان غنقرا بصفة عامة a3 ناقص b3 هي a موان b في ماذا؟ في a كاري بلوس ab بلوس b كاري إذا هادي خاصكم تكونوا عارفينها بطبيعة الحال اللي غنطبقوها هنا هي x موان زد فوا x كاري بلوس x بلوس a فوا غاسين دو 3 اكس موان 2 بلس 1 اذا اكس موان زاد مع اكس موان زاد مشات غتبقى هي لا ليميت عندما تؤول اكس الى 1 ديال 3 على اكس كاري بلس اكس بلس 1 3 اكس موان 2 بلس 1 اذا الى عوضت هنا اكس ب 1 دونك هي 3 3 في 1 3 ناقص 2 هي 1 1 زائد 1 هي جوج دونك هي هي ان دومي اذا هنا غادي نقول بان الداله متصله في النقطه واحد هذا من جهه غادي نمشيو الان لنهايه اخرى اذا هناك دائما خاصكم تخدموا واحد العدد كبير من النهايات لانه باش توضح لكم الامور باش تكون دائما عارفين سيرتان تروك لان داكشي تيختلف من نهايه الى اخرى غادي نعطيكم ليميت ديال x او كاري موان 4 سور x او كاري موان 3 زيكس عندما تؤول x الى 3 بلس اذا هنا الى عوضتي x 3 دونك 3 او كاري سي 9 9 موان 4 هي 5 سور ماذا الى عوضت x 3 غتعطيك 0 اذا هنا المشكل فين كاين واش هو 0 بلس ولا 0 موان اذا عندنا x او كاري موان 3 اكس فهي معادله من الدرجه الثانيه للحلول ديالها بين واضحه هي صفر و 3 اذا تاخذ اشاره أق خارج الحلول بمعنى انه في حاله كانت اكس تنتمي الى موان لانفيني 0 3 بلس لانفيني فان اكس كاري موان 3 اكس غتكون موجبه بمعنى حنا خدامين في هذا المجال 3 بلس يعني ان هذه موجبه صافي ديك هنا غتكون عندنا 0 بلس 6 0 بلس سي بلس انفيني اذا هذه الامور هذه خاصكم تضبطوها غادي نمشي معكم واحد النهايه اخرى لانه بالنسبه للداله الجذر النوني حتى هي ربما كاين بعض الاساتذه اللي داروها ولكن تطرحش في الامتحان الوطني تتكون تطرح فقط في الفورم إذا بالنسبة لهذه فوالا وقال لك اف دو دو ايكال ا إذا السؤال المطروح هو حدد قيمة ا كي تكون اف متصلة في النقطة جوج إذا كي تكون الدالة متصلة في نقطة معينة كما سبق أو تحدثنا وخاص تكون ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى 2 تكون هي اف دو 2 اور لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى 2 هي لعوضتي هنا ب 2 ب 2 غتكون شكل غير محدد اذا خاصنا نحاول نضربو في المرافق هنا المرافق اشنا هو بالنسبه لهذا النوع من الدالات خاصك دير جذر 3 دو اكس موان جذر 3 دو 2 المرافق ديالو هو يكتب على الشكل التالي هو جذر 3 دو اكس اس 2 بلس جذر 3 2 فوا اكس صافي 2 اكس بلس جذر 3 ديال 2 او كاري هي كام مقسوم على ماذا اكس موان 2 وغادي تلقى نفس هاد المساله اللي درتها هنا اكس او كاري بلس جذر 3 دو 2 اكس بلس جذر 3 دو دو او كاري غنبين لكم جديد هاد الامور هادي هي من خلال هاد العلاقه اللي قلت لكم ا اس 3 ناقص بي اس 3 هي ا موان بي في ا اس 2 زائد ا بي زائد بي اس 2
إذن A أس 2 هي هذه A B ثم B أس 2. إذن A موان B في A أو كاري شنا هي؟ هي A أس 3 موان B أس 3. غتولي عندنا هي لا ليميت دو إكس غير طون فيغ دو دو A أس 3 موان جي دو 3 هذه أس 3 على هذا الشيء اللي درنا لتحت. إذن بالنسبة هذه هي ليميت ديالاش عندما تكون اكس الى جوج ا أس 3 جذر اكس جذر 3 دو اكس أس 3 هي اكس دونك هي اكس وهذه غتكون هي موان 2 سيغ لتحت شنو عندنا اكس موان 2 في جذر 3 دو اكس كاري بلوس جذر 3 دو 2 اكس بلوس جذر 2 دو كاري 3. إذن لعوض اكس بموان 2 غتحيد هذه وغتحيد هذه غتبقى لنا واحد على هذا الشيء. إذن واحد على هنا اكس هي جوج جوج اوكار هي 4 شحال من خطره 3 المرات 1 2 3. اذا هذه هي ا. اذا لكي تكون الداله متصله في النقطه جوج يجب ان تكون ا تساوي ا 1 على 3 جذر 3 ديال 4. اذا هذا النوع ديال التمارين يطرح غالبا في الفروض لانه مهم جدا. دابا الان غادي نمشيو ما هو أهم من ذلك؟ مبرهنات القيم الوسطية. إذا تتعرفوا هذه المبرهنات القيم الوسطية تقول لك إذا كانت عندك واحد الدالة متصلة في واحد الانترفال أ ب بحيث إف فهي كذلك رتيبة أي تزايدية أو تناقصية وعندك إف دو أ في إف دو ب أصغر من صفر. إذا تحقق هذه الشروط نقول بأن المعادلة f دو x إيكالا زيرو تتعني أن هناك إكزيست أن سيغتان ألفا أونت أ إي بي بحيث f دو ألفا إيكالا زيرو. إذا بأن هذه المعادلة تقبل حلا وحيدا. إذا حلا وحيدا هناك حلا على الأقل هذا بالنسبة له خاص يكون فقط جوج شروط تتحقق هو الاتصال والحل الشرط الثالث. اذا غادي نديروا مثال بالنسبه لهذه المبرهنات القيم الوسطيه حتى تستوعبوها اكثر. غادي ناخذ قال لك بين ان اكس كاري بلس اكس ايغال 5 سور اكس بلس 1 يقبل حلا في المجال واحد جوج. إذن نضع إذن الجواب على السؤال غنضع f دو x هي x أو كاري بلس x ناقص 5 سور x بلس 1. إذا درت هذه ناقص هذه لقينا لقينا صفر. إذن يكفي أن أبين بأن f دو x هذه كلها تساوي الصفر في هذا المجال. إذن بالنسبة لي أولا خصني نبين أن الدالة f فهي متصلة على الار. علاش؟ لانه بالنسبه هذه شكون هي بالنسبه عفوا بالنسبه تو اكس في كورسبوندر اكس او كاري بلس اكس داله حدوديه متصله على ار وبالخصوص على المجال اي اللي هو اندو. بالنسبه الداله الاخرى 5 على اكس بلس 1 فهي متصله داله جذريه متصله على مجال تعريفها اللي هو موان لانفيني موان زه انيون موان زه بلس لانفيني. اذا بالنسبه لي انا ان دو فهو ينتمي ومجال اي فهو ضمن هذا المجال ديال هاد الداله هذه ديال ديفينيسيون ديال الداله بطبيعه الحال. اذا نقول فهو كذلك متصله ومجموع دالتين متصلتين هو بالاحرى داله متصله على المجال. بقات لي واش هاد الداله هل هي رتيبه ام غير رتيبه. بالنسبه لنا تقبل حلا على الاقل اذا غادي نشوف غير الصوره ديال اف دو ان اللي هي ماذا هي 1 بلس 1 صافي 2 موان 5 دومي دونك 4 موان 5 هي موان 2 دومي. والصوره ديال 2 هي 2 او كاري هي 4 4 بلس هي 6 موان 5 تير دونك 18 موان 5 18 موان 5 هي 13 سوق 3 على المغرب. إذا تلاحظوا بأن f دو 1 فوا
اف دو دو سالب، اذا نقول بانها الداله تقبل حل على الاقل، تقبل على الاقل حلا. لو كان حلا واحدا في هذه الحاله غادي نشوف الرتابه ديال هذه الداله ونجد وندير نقول بانها تقبل حلا وحيدا. اذا بعد ما انتهينا من هذا المباراه التمرين الخاص بمباراه القيم الوسطيه، غندوزو واحد التمرين شامل اللي هو يتعلق بالداله او دراسه داله. اذا عندنا جي دو اكس ايغال جي دو اكس بلس دو بلس جي دو اكس. اذا اول سؤال يطرح هو ايجاد مجال التعريف. اذا مجال التعريف ديال الداله جي هو مجموع عناصر التي تنتمي الى ا، بحيث خاص يكون اكس زائد جوج اكبر او يساوي صفر، وكذلك جي دو اكس اكبر او يساوي صفر. اذا هنا عندنا واحد الانترسيكسيون، سيتادير الى خديت انا اكس هذه هو الصفر، دونك هذه موان زان وهذه موان دو، وكاين هنا اذا اكس اكبر من موان دو يعني في هذا الاتجاه، واكس اكبر من ماذا؟ من صفر. اذا تلاحظوا بان التشارك غادي يبقى هنا، وبالتالي مجال التعريف ديال الجي شنو هو؟ هو صفر بلس لانفين. اذا هذا هو مجال التعريف ديال الداله جي، لان التعريف هو بطبيعه الحال مهم جدا خاصكم تشتغلوا فيه. احسب النهايه ليميت ديال جي دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفين. اذا لا ليميت دو جي دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفين هو الليميت ديال هذا زائد الليميت ديال هذا. الليميت ديال هذا عندما تؤول اكس الى بلس لانفين هو بلس لانفين، وهذا بلس لانفين، دونك سي بلس لانفين، دونك سي با لا بين دو بيرد اسي دو طون بور شيرسي سيت ليميت. دونك درس ليميت دو جي دو اكس، ان فوا تلقى ليميت دو جي دو اكس على اكس تساوي بلس لانفين خاصني نمشي ندرس ما يسمى بالفروع اللانهائيه، يعني خاصني نلقى ليميت دو جي دو اكس على اكس اللي هي ماذا؟ هي الليميت ديال جي دو اكس على اكس، صافي دير هي جي دو اكس بلس 2 على اكس، نقدر نكتبها بحال الشكل جي دو اكس على اكس. اذا هنا نقول هي لا ليميت بلس لانفين. هنا خاصكم فو ديفي افواغ دي تريك بور شيرسي سيغتان ليميت. هذه نقدر نكتبها على الشكل التالي، هي اكس بلس 2، ندير هنا اكس بلس 2 وندير هنا اكس بلس 2 سور اكس، وهذه سي كوا؟ سي ان سور غاسين دو اكس. اذا بالنسبه لي انا هذه عندما تؤول اكس الى بلس لانفين شنو هو؟ هو واحد، وهذه ني اوتر كو ان سور غاسين دو اكس بلس 2، يعني عندما تؤول اكس الى بلس لانفين غتعطينا زيرو، وهذه سي زيرو، دونك اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا هي ان. اذا ليميت دو اف دو اكس سور اكس هي واحد. اش خاصني نشوف هذه الحاله؟ هذه غادي نعاود نقلب على لا ليميت دو جي دو اكس موان ا دو اكس يعني موان اكس. علاش؟ باش نشوف واش عندي محور مائي او غير ذلك. اذا ليميت دو جي دو اكس موان اكس هي ليميت ديالاش؟ هي ليميت عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني دو اكس بلس 2 بلس غاسين دو اكس موان اكس. اذا خاصنا نقلبوا على هذا النهايه عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني. اذا نقدر نكتبها على الشكل التالي، هي ليميت عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني دو x au carré facteur de 1 plus 1 sur x plus 2 sur x au carré plus c'est x au carré fait 1 sur x, c'est bien ça, moins x, bien ça. Donc là j de x carré il y a la valeur absolue de x, et comme x tend vers plus l'infini c'est x angle x en facteur, donc on dit là 1 sur x plus 2 sur x au carré بلس جدر 1 سور اكس موان زان. اذا تلاحظوا بانه بالنسبه لي هذا سي زيرو وهذا سي زيرو غتبقى موان زان، وهنا سي بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني فوا موان زان سافو دون موان لانفيني. اذا في هذه الحاله اقول بان سي دو اف تقبل فرعا شلجميا بجوار ماذا؟ بجوار بلس لانفيني تجاهه المستقيم ديال المعادلة Y يساوي X. إذا هاد الأمور هذه إن شاء الله غادي نوصلوا بعض التمارين اللي هي
شامله غادي دائما نستحضروا هذه المعطيات اللي خدمت عليها دابا الان. اذا هذا هما التاويل الهندسي ديال حصولنا على هذا النوع من النهايات. الان قال لك بين ان الجي تزايدية قطعا على دي. اذا باش نبين الجي تزايدية قطعا يكفي الاجهزة جي بريم دو اكس. تعرف بان هذه الداله قابله للاشتقاق وهذه قابله للاشتقاق على الان ماشي مشكل. بالنسبه حنا غادي ناخذ بالنسبه 0 بلس كيلكو سوا اكس تنتمي الى 0 بلس لانفي. اذا جي بريم دو اكس هذه معروفه لان للتذكير جذر اف دو اكس المشتقه ديالها شنو هي؟ هي اف بريم دو اكس سور جوج جذر اف دو اكس. هاد الامور تكون مضبوطه. اذا هنا بالنسبه لهذه سي كوا؟ سي ان سور جوج جذر اكس بلس 2، وبالنسبه للاخرى ان سور جوج جذر اكس. اذا تلاحظوا بانها موجبه قطعا، وبالتالي نقول بان الداله جي فهي تزايديه قطعا على المجال 0 بلس لانفي. الان السؤال اللي من بعده بين بان جي تقبل داله عكسيه. اذا عندنا الشرط الاول ان الداله متصله على المجال دي، على المجال اي اللي هو مجال دي هو صفر بلس لانفين. وقلنا بان الداله الجي فهي تزايديه على هذا المجال. اذا بالتالي ان الجي تقبل داله عكسيه معرفه على مجال جي، بحيث الجي هو الجي ديال اي، يعني هو الجي ديال اش؟ ديال صفر بلس لانفين. اذا الجي ديال صفر اللي هو جذر جوج بلس القاعده هنا بلس لانفين، سي بيان سا. اذا هنا غادي نقول بان اذا جي موازنه فهي معرفه على المجال جي نحو المجال اي لي عنصر كل عنصر اكس في كورسبوندر جي موازنه دو اكس. اذا السؤال الاخير احسب جي موازنه دو اكس، هذا هو السؤال الاخير. اذا غادي نحاول نمسح السبوره باش قليل الاتساع، راه غنعتبر فقط بهذا النتيجة اللي وصلنا لها. إذا هنا من خلال هذه المعطيات هذه دونك جي دي موان زان دو إكس، إذا دير كو جي موان زان دو إكس إيكال إيكغيك، سا روفيان أ إكرير كو إكس إيكال أ جي دو إيكغيك، سيتادير كو إكس إيكال أ كوا؟ إيكغيك بلوس دو بلوس راسين دو إيكغيك. دونك لا لو بوت دو سات إكزارسيس سي دو تيرميني جي موان زان دو إكس، سا فودير دو تيرميني إيكغيك. Donc je peux écrire, donc j'ai y plus 2, c'est quoi? C'est x moins racine de y, d'après cette écriture-là. Donc si je lève au carré, ça va me donner x moins j de y au carré. C'est-à-dire c'est x au carré plus y moins 2 fois x racine de y. Donc vous voyez que je peux me débarrasser de ce y-là, et ça va me rester x au carré moins 2 x racine de y égale à 2. Autrement dit, x au carré moins 2 égale à 2x racine de y. C'est-à-dire que racine de y n'est autre que x au carré moins 2 sur 2x. Et par conséquent, y, c'est x au carré moins 2 sur 2x de tout au carré. Donc ça, c'est g moins 1 de x. هذا هو الجواب طبيعة الحال ديال هذا النوع من الأسئلة. إذا نشوف واش كاين شي حاجة أخرى نضيفوها بالنسبة للتمارين أو لا. إذا غادي نحاول نضيف شي حاجة على حسب. إذا سأضيف هذا النوع من التمرين اللي هو يتحدث عن قابلية الاشتقاق، لأنه كذلك من الأشياء التي يجب أن تكونوا على علم بها. x جوج جذر x بلس 3 موان زان. إذا مجال التعريف
بالنسبة لنا سي تري فاسيل دونك هو موان 3 بلوس لانفيني بطبيعة الحال. إذا قال لك هنا السؤال هو أدرس قابلية الاشتقاق عن يمين موان 3. إذا قابلية الاشتقاق قابلية الاشتقاق عن يمين ناقص 3 صافدير اون فا فوا سي لا فونكسيون اي ديريفابل ا دروات او بوان 3 موان 3 دونك il faut chercher quoi il faut chercher la limite de f de x moins f de moins 3 sur x plus 3 lorsque x tend vers moins 3 par valeur positive. Donc je vais remplacer, c'est la limite de moins 3 plus f de x, c'est x plus 2 racine de x plus 3 moins 1. Moins f de moins 3, c'est moins 3 plus 2, moins 3 divisé par 0, donc on a moins 4, donc c'est moins 4. Donc on a plus 4 sur, sur x plus 3. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins 3 plus. Donc on a x moins 1 plus 4, c'est plus 3, plus 2 racine de x plus 3 sur x plus 3. Donc là, on peut dire que c'est le chèque de Thierry. Moins 3 plus, x plus 3 sur x plus 3, c'est 1. Plus 2 racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x. Donc c'est 2 sur racine de x plus 3. Donc celle-ci tend vers 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Et d'être pour vous, on a donc ce cas-là, f est capable de l'échecard, fait une note, mais là, moins 3, on peut dire c de f تقبل نصف مماسي في النقطة في موان 3 موجه نحو ماذا؟ نحو الأعلى. إذا هذه الأمور هذه بطبيعة الحال غادي نحاولوا نضيفوها بطبيعة الحال في الأسابيع المقبلة إن شاء الله، غادي نوصلوا كيفاش إنشاء المنحنيات ديال بعض الدوال المختلفة. إذا أكتفي بهذا القدر من الشرح و على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حصة مقبلة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.